فيما تتحدث كييف عن تقدم وسيطرة في كورسك الروسية، تتقدم في الجبهة الأخرى القوات الروسية تحديدا شرق أوكرانيا، حيث تقترب موسكو من تحقيق نصر كبير هناك. بحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن القوات الروسية تقدمت نحو مدينة بوكروفسك الأوكرانية، حيث سعت روسيا إلى السيطرة عليها. كما نتابع بوكروفسك هنا على الخريطة، هذه المدينة تقع على بعد حوالي 60 كيلومترا من خطوط المواجهة شرقا ضمن منطقة دونياتسك. اكتسبت بوكروفسك أهميتها الكبيرة بسبب دورها الاستراتيجي الإنساني في ظل الحرب الدائرة. تعد أيضا مركزا حيويا للنقل، فيها محطة سكة حديد رئيسية. هذه المحطة تربط أجزاء مختلفة من أوكرانيا، خاصة إلى الشرق وجنوب البلاد. بطبيعة الحال، فإن الشبكة الحديدية هذا أهميتها تزداد مع ازدياد الاعتماد عليها في نقل الإمدادات العسكرية. تضم أيضا المدينة انتشارا عسكريا كبيرا لقربها من مناطق القتال النشطة، فهي قاعدة عمليات القوات الأوكرانية في دونياتسك. والتقدم الروسي نحو بوكروفسك كان تسارع هذا الشهر. يعتقد بأن القوات الروسية هي على بعد يقدر بأقل من 10 كيلومترات من بوكروفسك.